وصل وزير الموارد المائية مهدي رشيد إلى محافظة ذي قار، والتقى محافظها ناظم الوائل وعدد من مدراء دوائر الوزارة، حيث أن الزيارة خاصة للاطلاع على واقع قطاع المياه وكذلك مناطق الأهوار. حقيقة هذه يعني زيارتنا الأولى بعد تولينا مسؤولية الوزارة، وكان هدفها يعني حقيقة إدامة المشاريع الروائية، إدامة العمل دوائرنا في محافظة ذي قار، وأيضا موضوع الأهوار وإدامة الأهوار للمحافظة عليها كجزء من التراث العالمي. ناقشنا مع السيد المحافظ، وقدم السيد المحافظ حقيقة العديد من الأفكار والرؤى الجيدة التي حقيقة احنا راح ندرسها ونحاول نخليها حيز التطبيق في الأيام القليلة القادمة، اللي تخدم عمل المحافظة بشكل كبير، لأن احنا حقيقة كحكومة واجبنا نقدم هذه الخدمة، وهو هاي من ضمن البرنامج الحكومي سعينا على تقديم الخدمة المباشرة حتى يحس المواطن أن هناك تنفيذ فعلي لكل القرارات التي تتخذها الحكومة. الحكومة المحلية كشفت أن الزيارة كانت مخصصة لمناقشة ملف ملوحة المياه وبشأن الحصص المائية واحتياجات المحافظة للخطة الزراعية الصيفية. تم تقديم جملة من المطالب تتعلق بالخطة الاستراتيجية داخل المحافظة، وكذلك بالإطلاقات المائية داخل المحافظة وزراعة المزروعات داخل المحافظة، وكذلك ما يتعلق منها بموضوع الشلب، وأبدأ السيد معالي الوزير مساعدته في ذلك وإنجاز ما مطلوب من خلال الطلبات التي قدمناها إلى السيد معالي الوزير. يأمل الذقاريون بزيارة وزير الموارد المائية أن تنتعش أهوارهم ومزروعاتهم من خلال إطلاق الحصص المائية المخصصة لهم. لقناة البين العراق، سلام السرهيد، ذي قار.